يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري تجهيز المزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث واصلت السلطة المصرية تكثيف جهودها لإدخال عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك محمود. نعم، مجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. لازال الوضع هادئ فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي لم تدخل اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم، حيث لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم أي من الشاحنات، سواء كانت شاحنات المساعدات الإنسانية أو حتى شاحنات الوقود، على الرغم من تجهيز مصر لعدد كبير من هذه الشاحنات. وهنا نتحدث عن أهمية معبر رفح البري، سواء من البوابة المصرية حينما كانت تعبر شاحنات الوقود من هذه البوابة لتتجه إلى البوابة الأخرى على الجانب الفلسطيني، لكن مع إغلاق البوابة من الجانب الآخر هناك أزمة في دخول شاحنات الوقود، وهذا الأمر الذي يعني يتكرر بشكل كبير في هذه المرة. وهناك العديد من النداءات والمطالبات داخل قطاع غزة بضرورة توفير الوقود، وهذا ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية على لسان المتحدث الرسمي باسم المنظمة، أن استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني يفاقم الأزمات الصحية الكبيرة، وأنه تم تقليص جلسات الغسيل الكلوي في مستشفى شهداء الأقصى من 3 جلسات إلى 2 جلسة أسبوعيا. وهذا يشير إلى المجهود المصري الكبير حينما كانت تستقبل مصر المصابين والجرحى من بوابة معبر رفح البري، خاصة المرضى الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، وكانت مستشفيات محافظة شمال سيناء وعلى مستشفى العريش مجهزة بالكامل لإجراء عمليات الغسيل الكلوي. فيما يتعلق بالوضع الميداني، يعني تجددت العمليات القصف منذ قليل، وربما في منطقة قريبة من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ربما يعني ضربات تتم من الدبابات المتوغلة في القرب من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني. لكن لازالت مصر أيضا تقوم بكل الجهود الممكنة والمكثفة لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.